ما شاء الله ما شاء الله. خلينا بالبداية نتكلم من بعد ما شاركت ببرنامج The Voice Seniors. انزعجت من كلام الصحفيين اللي قالوا فنان قدير مثل عبدو ياغي ليش دي يشارك ببرنامج هوات؟ لا ما تضايقت، لأنه أنا كان في عندي هدف، هدفين بالأحرى. أول شيء وطنيتي اللي هي خلتني اشترك في هذا البرنامج، شعوري أنه لبنان حسيت أنه فقد وجوده. حبيت أقول أنه لا، بعد في لبنان، لبنان في حياة، في فن، في حضارة، في ذوق. بالوقت ذاته كمان جيل كبير من الشباب ما بيعرفني، كان بلبنان أو بالدول العربية أو بدول الاغتراب. هو سببين، بس السبب الأساسي كان هو وطنيتي اللي من جوا انتفضت لوحدها وقالت روح اشترك بالبرنامج، رغم كل السنين اللي مرقت فيها، يعني 47 سنة اللي أنا بالمعترك هيدا، وكان فيها تضحية، يعني تضحية لأنه خفت ما أوصل، لأنه معي أصوات كلها من دول عربية كلهم فيهم خير وبركة. كان عندي ثقة بحالي كتير، بس قد ما كنوا بتعرف المباراة فيها مباراة مطربين معروفين، فيها طلوع وفيها نزول، والحمد لله يعني الله حقق لي أمالي، ولأنه أنا كنت محافظ على هالثروة اللي أعطيني يا ربي. الحمد لله.